والقرآن نفسه كان صريحا في هذا، كان يقول أوتوا نصيبا من الكتاب، لم يؤتوا شيئا من الكتاب. ثم يقول إذا نفتش الآن في البيئة اليهودية والنصرانية. انظر الشيخ يسير معهم، يقول أنتم قلتم أخذ من من؟ من مشركي مكة، بينا بطلان هذا. أنتم قلتم أخذ من الحنفاء، بينا بطلان هذا. أنتم قلتم أخذ من الصابئة، بينا بطلان هذا. إذن أخذ من من؟ من اليهود والنصارى. خلاص جميل، لنفتش البيئة اليهودية والمسيحية. يقول يعولون على قصة بحير الراهب. يا سبحان الله، الشيخ يقول هذه القصة حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم لو حدثت، لأن هناك يا شباب كثيرا، لأن هناك كثيرا من المحدثين يقولون هذا الحديث لا يصح، حديث بحير الراهب، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، وعلى ما أذكر يعني على ما أذكر يقولون هذا حديث لا يصح. خلاص طيب، بحير الراهب قابل محمدا صلى الله عليه وسلم متى يقول الشيخ؟ وهو ابن 12 من عمره. محمد صلى الله عليه وسلم قابل رجلا في 12 من عمره، ثم أملى عنه هذا القرآن في 40 إلى 60 من عمره. طب كم جلس معه؟ بضع دقائق. ما شاء الله، في بضع دقائق ألقى إليه هذا الكتاب، في بضع دقائق. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بل كان عمه معه، وكان عمه ليس وحده، بل هناك قافلة كاملة كانت معهم حينئذ لقاه بحير الراهب، فسأله أسئلة وقال هذا سيكون له شأن أو هذا كذا فقط، وانتهى الأمر في 12 من عمره. كيف أخذ عن بحير الراهب؟ الآن هم يقولون مصادركم تقول إنه لقى بحيرة. نقول جميل، لكن وهل مصادرنا تقول بأنه لقاه فعلا وجلس معه وتعلم منه؟ وهل قريش ذهبت للتجارة أم ذهبت لتلقي محاضرات على محمد صلى الله عليه وسلم في الجامعة عند بحير الراهب؟ هذا كلام فارغ يا شباب. كان بحير الراهب يعني جلس يعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جلس يستمع، وعمه يستمع إليه، وثم بعد ذلك يخرج محمد فيقول علمني الله. لو كان فعل هذا لقالت قريش ماذا؟ ألم تنسى أن بحير الراهب قال لك كذا وكذا؟ لا، لكن قريش أنفسهم لم يفعلوا هذا. كان العرب يا شباب الأوائل فطناء عن هؤلاء الأغبياء الذين نعيش بينهم الآن، فهمت يا شباب؟ هؤلاء كانوا فطناء، لذلك خرج بعضهم اليوم يقول تعلم من بحير الراهب. يا رجل فكر، كم جلس معه من الدقائق حتى يتعلم منه 500 صفحة؟ وهل كان بحير الراهب ينبئه بقصة الإفك الذي كانت ستحدث وينزل؟ ها، هذا كلام هراء يا شباب. نعم، يقول هذه كلمات أسطورية. ثم إن محمد صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا لا مستمعا، وبانتهاء الاستجواب خلص بحير الراهب إن صح هذا إلى أنه نبي في المستقبل، في المستقبل، لكن لم يخبره بشيء، فمن أين تعلم منه صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذن خلاص جميل، هم يقولون، انظروا يا شباب إلى هذه السفاهات التي يقولها المستشرقون، يقولون تعلم محمد صلى الله عليه وسلم من من؟ من بعض الرومان. أين كانوا يعملون؟ أو بعض الأحباش. جميل، أين كانوا يعملون؟ كانوا يعملون في صلاة الخمور يا شباب، هؤلاء كانوا يعملون في صلاة الخمور. تعرفون صالة الخمر، نسأل الله السلامة، مكان يباع فيه الخمور، يذهب الشارب فيشرب هناك، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون محمد صلى الله عليه وسلم تعلم من هؤلاء بائعون النبيذ، بائع النبيذ، النبيذ يعني الخمر، العنب إذا تخمر يسمى نبيذا. فيقول أو هؤلاء الذين كانوا كادحين في الأراضي الزراعية يزرعونها، أو كانوا بعيدين عن مكة في الأطراف، هل محمد صلى الله عليه وسلم ذهب ليتعلم منهم؟ هذا كلام يقولونه يا شباب، انظروا إلى هذا الوراء. هل لدى هؤلاء ثقافة أصلا يعطونها لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني، هل كان هؤلاء عرب ليتكلموا بهذه الفصاحة؟ أنت الآن وقد مر عليك سنتان مثلا في تعلم اللغة العربية، هل تتكلم العربية كالعربي؟ هل تفهم كثيرا من الكلمات التي تقال؟ كيف يقول هذا وهو غير عربي، يقول بهذه البلاغة؟ انظر،
يعني هذا كلام محض افتراء، ظاهر الافتراء. ويتعلم من من؟ ليس من نبلاء، ليس من نبلاء يتعلم، ليس من شرفاء، إنما من عمال كادحين طوال النهار في الأرض يعذبون في حر مكة، يزرعون الأراضي أو يبيعون الخمور ليل نهار، فهم هؤلاء في عالم آخر أصلا، ليس لديهم عقل ولا فكر، ذهب عقلهم وفكرهم. يقول هؤلاء يتعلم منهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عجيب. فهمتوا يا شباب؟ وبين الشيخ رحمه الله كما ذكرت آنفا العلة. ثم يقول إذن نحن الآن نفتش عن مصادر القرآن في مكة، لا تنسى نفتش عن من؟ مصادر القرآن في مكة. يقول إذن كانت رحلات محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشام قد تكون هي السبيل إلى التعلم. هذه شبهة قد تكون قوية. انظروا يا شباب، يقول أنت إذا فتشت ستجد أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل في شبابه قبل النبوة إلا ثلاثة أشياء: إما أن يرعى الغنم، وإما أن يخلو بنفسه في غار حراء، وإما أن يكون وسط الناس فقط. يرعى الغنم يبقى لا يتعلم من أحد، في غار حراء وحده لا يتعلم من أحد، ثم وسط الناس يحيى ما يحياه الناس، يعيش وسطهم. فمن أين جاء بهذه الفترة الطويلة ليتعلم كل هذا؟ هل أنت تستطيع أن تأخذ في يوم أو ثلاث أو أربعة أيام وأنت تذهب للتجارة، تستطيع أن تخرج أن تأخذ دورة تدريبية مع سهولة الاتصالات الآن؟ مع سهولة الاتصالات الآن أنت تجلس في بيتك أم على الحاسوب أم على الموبايل في الطريق؟ هذا كان ليس متوفرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر فقط. وهل كان يذهب للتجارة وحده؟ كان يذهب معه من؟ ميسرة، فكان يرقب حركاته، صحيح؟ لو أنه رآه وهو يتعلم من أحد لذهب إلى قضية وقال هذا الرجل كان يتعلم من فلان وفلان، هذا لم يحدث. فهمتوا يا شباب؟ فهذه افتراءات أصلا العقل يردها قبل المنطق السليم. المعرفة تردها قبل المنطق السليم. ثم يقول هل كان صلى الله عليه وسلم في مشاغله وحياته هكذا؟ يقول كانت حتى لو أن محمد صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام، هل كانوا عربا خلصا يتكلمون العربية أم أنه إذا ذاب؟ لأن العربي الذي هناك إن لم يكن من أهل الكتاب لن يكون لديه هذا العلم يا شباب، هذا العلم لا يوجد إلا عند أهل الكتاب، العلم بالأحكام الشرعية وهذه وقصص الأنبياء والمرسلين ليس إلا عند من؟ عند أهل الكتاب. فهل أهل الكتاب هناك كانوا يتكلمون العربية في بلاد الشام؟ قل أبدا، لم تكن لغتهم، فكيف سيعلمون محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفلنفترض أنها كانت لغتهم العربية وأنهم من علموا محمد، لماذا لم يخرج واحد منهم يقول أنا من علمتك، أنت تدين لي بالولاء، انسب إلي هذا، أنت كذاب؟ لم يفعل هذا أحد. ثم يقول الاتصال بالجموع المسيحية في سوريا. يقول جولد تسهير، هذا يهودي ناقم على الإسلام، له كتاب عقيدة الإسلام وتشريعه. يقول كان محمد متأثرا صلى الله عليه وسلم بسفره إلى سوريا في تجاراته وربما إلى اليمن لنفس الغرض. نفس الغرض ماذا؟ تعلم الأفكار الدينية. ما شاء الله ما شاء الله، كان طالب علم صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، يذهب ليدرس في جامعات سوريا. هذه التجارات يا شباب كانت على الحدود، لم تكن بالداخل، لم تكن في العمق، لم يكن في عمق المسيحية بداخلها، إنما كان هذا على مطرفتي أو على أطراف البلاد كما يقول الشيخ. فهذا المفكر المجري يكذب، وهكذا يقول كل شيء يضعوننا في مشكلة ولا يحلونها، يعني يضعون المشكلة ولا يجدون لها حلا، ثم إذا انقضت يذهبون إلى مشكلة أخرى لإثارتها. هذه الرحلات كانت أوقاتها قصيرة، وكان معه أناس كثر، وكان يستطيع أحدهم أن يقول أنت كاذب، أنت تعلمت هذا من كذا، لكن كل ذلك لم يحدث. ثم يقول الشيخ قل لي بالله عليك، إذا كانت الدولة مظلمة هل تضيء لغيرها؟ يا شباب، هل الجاهل يضيء للمتعلم؟ هل الجاهل ينير الطريق لغيره؟ يقول لننظر إلى الشام في هذا الوقت، هل كان الشام مكانا للتعليم أصلا؟
يقول كانوا متناحرين متقاتلين مختلف المذاهب والأفكار، بل إن الكنيسة نفسها كانت تصل إليها المناصب بالقتال. فمن أين سيتعلم؟ هؤلاء ليسوا مشغولين بنشر دين، إنما هؤلاء يتقاتلون فيما بينهم، فمن أين سيتعلم هذا؟ هذا تقوله وقت الراحة، وقت الرفاهية، عندما يكون العالم مستقرا وعندما تكون الدولة مضيئة تعلم غيرها وتنشر فكرها. أما وهم يتقاتلون فيما بينهم كيف سيتفرغون أصلا لنشر تعاليمهم لغيرهم وهم في الحقيقة غير متفرغين لنشر تعاليمهم فيما بينهم؟ فهمتوا شباب؟ يعني هذا كلام هراء أيضا. يقول بل إن القرآن وصف المسيحية حين ذاك، والرهبان أنفسهم وصفوا هذه الحالة. يقول أحدهم تايلور في كتابه المسيحية القديمة: إن ما قبله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا انحرافات منفرة ووثنية منحطة ومخجلة ومذاهب كنيسية مغرورة وطقوسا دينية منحلة وصبيانية، بحيث شعر العرب ذو العقول النيرة بأنهم رسل من قبل الله مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من فساد. والفضل ما شهدت به العدة يا شباب، الفضل ما شهدت به العدة. يعني هذا كلام عالم من علماء الغرب. يقول بل إن وصف راهب مؤرخ للآلام والعذاب يقول أن الله لم يصب المسيحيين هناك بقسوة الزنادقة الظلمة إلا بسبب ظلمهم وشرورهم. فمن أين يتعلم القرآن؟ فمن أين يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول وكأنهم سبحان الله يفسرون آية الله سبحانه وتعالى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول هم أنفسهم كأنهم يفسرون لنا هذه الآية من القرآن، كانوا يتشاجرون فيما بينهم بسبب نسيانهم الكتب التي بين أيديهم. ثم إن فاقد الشيء لا يعطيه يا شباب، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا المشهد الحي يؤكد لك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهؤلاء. ننتقل إلى نقطة أخرى، والله أعلم.